اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معجزة ربانية لمن يصلي قيام الليل في رمضان ويلتزم بها تحدث في جسد الإنسان. قيام الليل مدرسة المخلصين ومضمار السابقين، وإن الله تعالى إنما يوزع عطاياه ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلين والنيام. وما بلغ عبد الدرجات الرفيعة ولا نور الله قلبا بحكمة إلا بحظ من قيام الليل. والسر في ذلك أن العبد يمنع نفسه ملذات الدنيا وراحة البدن ليتعبد لله تعالى، فيعوضه الله تعالى خيرا مما فقد، وذلك يشمل نعمة الدين وكذلك نعمة الدنيا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب. ولهذا لا توجد أصح أجساد من قوام الليل، ولا أسعد نفوسا، ولا أنور وجوها، ولا أعظم بركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم وآثارهم على الناس. وقوام الليل أخلص الناس في أعمالهم لله تعالى، وأبعدهم عن الرياء والتسميع والعجب، وهم أشد الناس ورعا، وأعظمهم حفظا لألسنتهم، وأكثرهم رعاية لحقوق الله تعالى والعباد، وأحرصهم على العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه السنة قط في حياته، لا في مرض ولا في كسل ولا في غيره، وهي سنة قيام الليل، حيث روى أبو داود وقال الألباني صحيح عن عبد الله بن أبي قبيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، وكان ينصح أصحابه بالحفاظ عليه وعدم التذبذب في أدائه. حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وتتحقق هذه السنة بصلاة ركعتين أو أربع أو أكثر في أي وقت من بعد صلاة العشاء وإلى قبل صلاة الفجر. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين أن يؤدوا هذه السنة، فجعل الأمر سهلا على الجميع، فلم يشترط طول القيام، إنما نصح أن نصلي قدر الاستطاع. حيث روى أبو داود وقال الألباني صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وصلاة الليل هي سبب لنيل الجنة، وناهيك بها من فائدة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وإنما سبيل إلى القيام بشكر نعمة الله على العبد، والشاكرون قد وعدهم الله بالزيادة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وقيام الليل تقرب إلى الله عز وجل، وهو سبب في تكفير سيئات العبد ومغفرة ذنوبه. فعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. كما أنها تعرض صاحبها للنفحات الإلهية، ويكون سببا لإجابة دعائه وإعطائه سؤله وقت نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ رواه البخاري ومالك ومسلم والترمذي وغيرهم. ومن يصلي الليل يشعر بأنه أزيح عن صدره كابوس ضاغط كأنه جبل، فيشعر المؤمن بمشاعر من السعادة لا توصف، وأن مشاعر الكآبة والضيق قد اختفت إلى غير رجعة، وعندئذ يدرك من الطمأنينة والسعادة ما لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم جميعا. ومن هنا تتأثر أعضاء الجسم بهذه الصحة النفسية تأثرا إيجابيا، فتزول أكثر أعراض الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي. ولهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي إن استقمتم فلن تحصوا الخيرات التي تجنونها من استقامتكم. فهذه الصلاة أمرنا الله بها، إضافة إلى أنها تقربنا إلى الله وتذكرنا وتصلنا به، هي كذلك ذات فائدة لأجسامنا. فهذه الحركات من القيام والركوع والسجود لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان. وها هي امرأة ذهبت إلى بلد غربي لتتعالج من مرض، وهو آلام مستمرة في الرأس عند طبيب غير مسلم لا يعرف الله عز وجل، فسألها: من أين أنت؟ فقالت: من سوريا. قال: أتصلين؟ قالت: لا. فقال: صلي يذهب ما بك. فعجبت، وبين لها الطبيب أن أحد أسباب آلام الرأس هو ضعف في وصول الدم إلى الشرايين في الدماغ، وأن السجود يوسع هذه الشرايين ويجعل الدم يتدفق نحو الرأس. فعجبا للمرأة، دفعت آلاف الليرات ليقال لها صلي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.